كل الشكر للزميل سلطان الشامسي على هذه الجولة المميزة. والآن أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم لفقرة الطبخ مع الشيف المميز رامي الجبرائيل. شيف يا مرحبا بك. يسعد صباحك عبد الله، صباح الخير، صباح الإشراقة والتفاؤل للسادة المشاهدين جميعا وطاقم العمل. يا مرحبا بك شيف. شيف عودتنا على المميز والجميل والرائع، اليوم شو عندنا؟ اليوم عندنا طبقين رح نعمل. الطبق الرئيسي رح يكون عبارة عن شرائح الدجاج بصلصة الليمون والزبدة. نعم. وطبعا رح يدخلها كريمة، كريمة الطهي اللي هي فيها أيضا نستعمل كريمة متعددة الاستعمالات. المقادير رح تكون ببساطة شرائح من الدجاج، فينا ناخذها من الفخذ أو الصدر أيضا. نعم. ولكن لازم تكون شوية يعني مش سميكة كثير، رقيقة لحتى تستوي معنا بشكل نعم. سريع. رح طبعا نتبلها بشوية ثوم مع الأعشاب الخضراء، الزعتر، البابريكا، واللي هي الفلفل الحلو، شوية من الخردل، صلصة الخردل. جميل. الملح والفلفل بشكل أساسي، والصلصة رح تكون مكوناتها الأساسية عصير ليمون، الكريمة مع الزبدة، وأكيد رح ننكهها بالملح والفلفل. جميل. اليوم أنا عم بستعين بدال العنصر النشوي المرافق، طبعا كطبق رئيسي لازم دائما يكون عندنا نحن بروتين وعنصر نشوي وأيضا خضار. جميل. فالعنصر النشوي اليوم عم بستعمل أنا المعكرونة السباجيتي كعنصر مرافق. طبعا أنا سالقها مسبقا حوالي 7 دقائق مع القليل من الملح والزيت لحتى ما تلتصق القطع مع بعض. جميل. بالنسبة لسلطتنا لليوم رح تكون معادلة، يعني بدنا نحاول بما أنه في عنا زبدة وكريمة هوني. نعم. فبدنا نحاول نوازن. نعم. شوية ونكون يعني نتجه للناحية الصحية في تحضير السلطة. نعم. الأوراق الخضراء رح تكون معنا اليوم هي الجرجير الفرنسي أو الروكا نحن بنسميها. نعم. فينا نستعين بأي نوع من أوراق الخس اللي نحن بنحبها، فاختياري يعني نوع اختياري. المكونات الأساسية بتعتمد على الخضار المشوية، كل شيء فيه خضار. نعم. فينا نشويها، فينا ندخلها. نعم. بالصلصة. أنا اليوم مستعمل اليقطين أو اللي هو القرع. نعم. الزوكيني اللي هي الكوسة الخضراء الطويلة والصفراء مشوية. شيف كلها مشوية كلها. طبعا رح نحكي عن طريقة شوية. الفطر، الباذنجان، الفلفل الحلو اللي هو الـ يعني الفلفل الحلو الأحمر والأخضر والأصفر. نعم. ما يكون حار شيء صح؟ لا لا مش حار، حتى إذا حابين ندخل له حار ما في مشكلة، فينا نشوي الفلفل الحار وندخله ونعطيها نكهة حارة، ممكن يعني. جميل. خيار قائم. الأفوكادو أكيد بطبيعة الحال مقطع شرائح، وأنا حافظه أيضا بالقليل من عصير الليمون لحتى ما يتأكسد مع الجو. جميل. ممكن ندخل العنصر الأجبان مثلا فيها. ما أنا اليوم عم بستعمل جبنة الحلومي اللي هي طبعا ممكن نشويها شوية لحتى نعطيها هيك نكهة التدخين أو الشوي. جميل. والصلصة بشكل أساسي بتعتمد على السماق، الزعتر المجفف، شوي من الثوم، وراح استعمل اليوم خل البلسمك مع زيت الزيتون. جميل. هاي بالنسبه لطبق مكونات السلطه. بتتبيل الدجاج لحتى نكسب من الوقت. جميل. وممكن تعرفنا انت على مقادير. نعم. مشروبنا لليوم العصير. نعم نعم والله شيف، انا اشوف العصير ما شاء الله يعني فيه من الفراوله والبرتقال والجريب فروت، ف ما شاء الله دائما العصائر عندك تحب شيف تمكس كذا نوع من الفاكهه. هلا على تغيير الجو حاليا نحن بحاجه لتعزيز مناعتنا، وبالتالي. نعم. عم ركز على المشروبات الغنيه بفيتامين سي، واللي هي طبعا بتساعدنا بتقويه جهازنا المناعي خصوصا بتقلبات الطقس الحاليه. جميل. انا طبعا تبلت بملح وفلفل، راح ادخل شويه بابريكا اللي هي الفلفل الحلو. شيف لما نبهر الدجاج قبل الطهي هو يعني افضل من ان مثلا نبهره بعدين بعد ما يستوي الدجاج؟ طبعا تتماسك البهارات فيه. اكيد اكيد طبعا بطبيعه الحال. ايه لانه انت بحاجه، يعني هي الدجاج او اللحم او كذا عباره عن انسجه. نعم. هاي الانسجه لازم تتبل لحتى النكهات اللي عم تتبل فيها لازم تدخل بضمن الأنسجة هاي وتعطينا النكهة اللي نحن بدنا إياها. طب وكل ما كانت القطع سميكة شوي كل ما لزم
انك تتبلها فتره اطول. فتره اطول نلاحظ شيف بعض يعني الطبخات يتبلون الدجاج قبله بكم يوم لين ما تمسك البهارات فيه. نعم صحيح. نعم نعم مش قبل بكم يوم، 24 ساعه كافيه جدا اذا كانت القطعه كبيره. نعم. يعني ما لازم يتجاوز كمان فترة أكثر من هي صح من ممكن يومين. بعدين نعم تمام لحتى لحتى طبعا ما كمان نحافظ على صحة الدجاج وأنسجته كمان ما تكون نعم يعني مدة أقصاها 24 ساعة يعني 24 ساعة كافية نعم. لو ظلت يومين ما في مشكلة، ولكن تنحفظ أكيد بدرجة حرارة نعم. مبردة اللي هي في البراد. الحين نخلط شيف خلطتهم أنا طبعا، وضفنا زيت زيتون والثوم زيت زيتون والثوم والأعشاب والخردل والملح الفلفل والبابريكا اللي هي الفلفل الحلو. جميل بهذا الشكل. بما أنه القطع صغيرة ففيني أنا أباشر مباشرة ب عملية الشوي ما في مشكلة، أو استعمال المقلاة طبعا بكمية قليلة من الزيت. أنا بس يعني مسحها هيك بالزيت بشكل نعم لحتى لأن هي اوريدي ضفنا عليها ممكن تمام الزيت تمام. رح أبدأ ب عملية الشوي. طبعا إذا كانت القطع أكبر من هيك فأنا ممكن لا أتأكد من استواء الدجاج، لأنه الدجاج لازم يستوي ب 100%. نعم ممكن أدخله على الفرن ل فترة. خليني أنزع بس قفازاتي ونتابع عملية. خلصنا من تتبيل الدجاج، لازم نبدأ بعملية تحضير الصلصة. نعم. بداية أنا بحاجة إلى عصير الليمون، أحطه بالمقلاة بهذا الشكل. شو الكمية شيف من عصير الليمون؟ ممكن حوالي ليمونة ونص أو ليمونتين ما يعادل نعم. يعني تقريبا ليمونتين من يمكن اللي يحبون الحامض يزيدون عادي يزيدون شوية نعم. ما في مشكلة. رح أحاول أنا طبعا حطيته على حرارة متوسطة، ما لازم هاي الحرارة يعني ما لازم يغلي عصير الليمون لأنه رح ينعكس ويصير مر. بس شيف قبل ما نحط زيت زيتون نحط الليمون؟ لا أنا ما حطي زيت زيتون، أول شيء الليمون. أول شيء الليمون هي. ورح هي. أضيف الزبدة. هلأ في أكثر من طريقة لتحضير هذه النوع من الصلصات. الطريقة اللي أنا عم بستعملها هي طريقة نوعا ما حساسة، وبالتالي بدنا نكون شوية حذرين عملية تسخين الليمون مشان ما يمرمر معنا، مشان هيك حكيت أنا. عملية التسخين بتكون لحرارة متوسطة لا. قبل مرحلة الغليان رح أبدأ بإضافة الزبدة. الزبدة لازم تكون كاملة وليست دائبة، يعني لازم تكون بهذا القوام لا. وتحريك المستمر لأنها وبعدين بآخر مرحلة رح أضيف الكريمة، وبالتالي هيك نحن بنأمن أنه الصلصة ما رح تفرط معنا، ما رح يعني ما راح تخرب صح معنا صح تمام. وشيف يعني ممكن انه يحصل اذا زدنا الحراره يتحول الى مراره ممكن في الليمون؟ اكيد تتحول أكيد الى مراره طبعا اكيد يعني. وبمجرد الحراره واكيد راح كمان الصلصه راح تفرط معنا، يعني ما راح تضلها بنفس صح القوام صحيح، راح يعني هيك تتفكك قوامها نعم. وبالتالي انا بدي اكون شويه حذر بهذا الموضوع. شو دور الزبده شيف الحين لما الزبده هي اولا هي العنصر الدهني المنكه نعم. من ناحية دهنية، ثانيا هو العنصر الرابط أيضا لهذه الصلصة، يعني كمان بالإضافة إلى غنى النكهة رح يكون عنصر رابط للصلصة، ولكن بنفس الوقت مثل ما حكيت لازم تكون الزبدة الكاملة. عم بستنى بس شوية لحتى يسخن الليمون شوية زيادة. هذه الأثناء ممكن أني أبدأ بتقليب الدجاج. لاحظت شيف لان الدجاج رفيع فيستوي بسرعه شويه. اي طبعا انا الشرائح مثل ما حكيت انه يعني مخليها بشكل مش سميك، يعني قدر الامكان يعني سماكتها معقوله، ولكن اكيد مش السماكه الاصليه للدجاج اللي هي ممكن تكون تحتاج لفتره اطول للطهي. جميل. وبنفس الوقت هي مش ستيك، يعني مش شرائح رقيقة جدا نعم. فهذا الموضوع أساسي. نبدأ بتحضير العصير. عبد الله شو رأيك؟ طبعا جاهز. عندنا نحن محضر الطعام نعم. اللي هو طبعا بهاي الجذع أو المطرقة اللي هي بتكون محززة من الأسفل جميل، ورح نحط البرتقال جريب فروت والفراولة
نعم. وحتى ايضا الجريب فروت مع القشر، مع القشر نضيفه ونهرسهم مع بعض. جميل، فابدا اضيف كل المكونات وعقب اطحنهم صح؟ نعم. الكميه كامله شيف؟ تماما. جميل. انا هون بهاي الاثناء بدات طبعا بتذويب الزبده مع الليمون، تحريك الحراره لازم تكون خفيفه تحريك مستمر بهذا الشكل. وإضافة الزبدة بتكون بشكل تدريجي مع تحريك مستمر. ضفنا الزبدة على الليمون، ضفنا الزبدة على الليمون، حركنا بشكل مستمر. الحرارة إذا انتبهت ما غلى معي الليمون، تحريك مستمر. فيني أضيف لين ما تذوب الزبدة. تماما، فيني أضيف الملح ما في مشكلة. وشيف عقب أحط عصير البرتقال وعقبها بس لازم نهرسهم بشكل كويس بالبداية. بعد ما أهرسهم أضيف لازم أستخلص كل القوام تبعهم، يعني كل العصارة منهم. جميل. وبالأخير بضيف عصير البرتقال عليهم. طبعا عم بستعمل اليوم أنا ماء غازي، فيني أستعمل ماء غازي محلى لو حبيت، بس أنا اليوم عم بحاول أخفف نسبة السكر كثير. وعندنا وايد فواكه فيها تماما، فما يحتاج تماماً يمكن ماء محلى. تماما. شوف كيف صار القوام عبد الله؟ نعم، يعني كأنه صح. زبدة ذائبة مع عصير الليمون. الحين أنا رح أبدأ بإضافة الكريمة، كريمة الطهي، بشكل تدريجي مع تحريك بهذا الشكل. شيف لازم تنهرس تماما ولا عادي بس اللهم لازم تطلع العصارة؟ نعم تطلع العصارة، بس يعني تنهرس بحيث يعني قوامها يتفكك. نعم. كيف؟ رح أحركها أنا، بس بحاجة إني أتابع عملية التحريك لحتى تتماسك. نعم. الصلصة مع بعضها. فلو نمشي بالخطوات شيف، ضفنا الليمون، الزبدة، وبعدين كريمة الطهي. صح؟ تماما تماما. عملية التحريك لازم تكون مستمرة، الزبدة ما لازم تفرط معنا يعني بهاي بتحضير الصلصة، وبالتالي والحرارة بدها تكون أيضا متوسطة مش عالية بهذا الشكل. رح أضيف شوي من الأعشاب نفسها اللي استعملناها اللي هي الزعتر الأخضر على الصلصة، على الصلصة لحتى تبدأ تأخذ من النكهة. تفي بهذا القدر ونشوف الدجاج شو صار معنا هون. أتوقع يكون استوى شيء خلاص، يعني تقريبا على وشك الاستواء. أنا راح أخليه على حرارة هادية، وفيني لو بدي ممكن أدخله على الفرن، لكن أنا بفضل أنه يظلوا هيك تحت عيني لحتى أشوف درجة استواء، وأنا طبعا أكيد بتأكد منها من خلال. نعم تمام. شيف شو رأيك؟ الحين الصلصة تجهز؟ ممتاز تماما. تماما يا سلام، ممتاز ممتاز. الحين رح نساوي هاي العملية، رح نضيف عصير البرتقال والماء الغازي عنك. والماء الغازي، وبعدين نسكر عليهم، حركهم شوية بس. بس ايوه عظيم جدا. جميل. انفع اكون شيف شو رايك؟ ممتاز طبعا طبعا طبعا. وراح نغطيها بهذا الشكل، نحركها تحريكه بسيطه وعقب صبها، وبعدين نسكبهم بشكل جميل. بس ندير بالنا شوي الكاسات بدون ما نحركهم. جميل. وانا طبعا راح اضيف بس شويه فلفل على الصلصه هذا الشكل، تحريكه بسيطه. وعندنا السلطه شيف بعد، وعندنا السلطه اللي هي طبعا سهله التحضير. السلطه نضيف المكونات اللهم الثوم، شويه ثوم، راح اضيف عليه شويه اوريجانو، وراح اضيف عليه ايضا سماق. نعم. وخلي البلسمك
جميل. سهلة جدا. زيت الزيتون. هاي تعتبر صلصة السلطة شيف؟ صلصة السلطة. هي. وتحريكة بسيطة هذا الشكل. هيك الصلصة بتكون أحسن. السلطة رح نبدأ بإضافة الخضار المشوية. جميل. مقطعة طبعا مسبقا مع شوية زيت زيتون وأعشاب، ونشويها بالفرن. رح أخليها كلها تمزج مع بعضها. ما في ترتيب معين شيف؟ ما في ترتيب معين، لأنه نحن مثل ما حكيت أنا دائما بأخذ بعين الاعتبار عم نحضر نحن لعائلة في المنزل. لا. وبالتالي ممكن أنا صحن للمشاركة، يعني صحن للمشاركة، وبالتالي السكب رح يكون يعني من الأسفل للأعلى بهذا الشكل، وبناخذ كل المقادير الموجودة معنا. وبطبيعة الحال هي الخضار منكهة يعني بملح وفلفل فما تحتاج بهارات زيادة. تماما. هي جميل. فينا نصب العصير. أنا ببدأ بسكب العصير. يا سلام. خلاص خبرة سويت شيف. نتعلم منك. ما شاء الله عليك. طبعا كل أنواع الخضار أنا بعمل تشكيلة هيك حتى الألوان بتكون مميزة. عبد الله يعني أنا بحاول. شيف السلطة تشوفها تفتح النفس قبل ما تاكلها. الألوان الألوان تلعب دور كبير شيف. أكيد طبعا طبعا. شرائح الأفوكادو بهذا الشكل قدر الإمكان تكون يعني ناعمة تقطيعة. هشيل بس الصحون فاضية. وشو رح نعمل؟ رح نضيف حبوب الرمان بهذا الشكل، وعندي الصلصة. شيف أقدر أزيد ماء عليه ممكن؟ أزيد ماء غازي؟ إيه طبعا صح؟ طبعا طبعا. فينا نشيل الغطاء لو بدك. أوكي بهذا الشكل. ايوه ولا ايوه بس شوي زياده بس حتى بدون ما تصفيها عبد الله. هي عادي هي احنا بدنا تطلع تنزل الفواكه. طبعا بدنا تنزل الفواكه ما في مشكله. يعني هذا النوع من العصائر بتكون قطع الفواكه صح. موجوده فيها، وبالتالي بتعزز النكهه وتفاعلها مع المشروب الغازي يكون اساسي جدا. شيف دائما الماء الغازي يعطي انتعاش بكل المشروبات يعني. اكيد طبعا طبعا طبعا. نحن كمان عم نحاول، وهو بديل للمشروبات الغازية أيضاً. وبيساعد بعملية الهضم أيضا عبد الله، يعني في له أيضا فوائد. نعم. لجهاز الهضمي. طبعا مش أنا ببتعد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان اللي هي المحلات. نعم. لكن المياه الغازية ما أيضا ما فيها نسبة سكر. ما فيها نسبة سكر. نعم. وبالتالي بتساعدني بعملية الهضم أيضا. هيك بكون تقريبا خلصت. شيف انا عجبتني فكره اضافه الفواكه فقمت اسكبها من غير الغطاء. يا سلام. اتوقع فيك تضيفها بدون غطاء، فيك تكفي طبعا. نعم. باقي الهي. طبعا انا راح ابدا بسكب طبقنا الرئيسي. السلطه صارت جاهزه معنا شيف. السلطه صارت جاهزه، والمعكرونه اللي هي السباجيتي اليوم عم نستعملها ايضا سلقها مسبقا انا وتاركها طبعا سخنه لحتى تعطيني. نعم. راح احط شوي من الهليون المسلوق، او حتى فيني استعمله المشوي مع الطماطم الكرازيه. منسفها انا تنسيفه بسيطه جدا بالمقلات. نعم. بهذا الشكل. وقطع الدجاج اللي استوت معنا صارت جاهزه. صارت جاهزه طبعا بهذا الشكل. وشوف كيف لونها صار جميل جدا. جميل. وانا طبعا تاكدت من استوائها. نعم. شوف هذا تشكيله الحلوه والبهارات فيها واضحه شيف. والبهارات لاحظت تغير لون الدجاج الى شويه. تمام. نعم تمام. شوف الصلصه كيف ضروري جدا يكون قوامها بهذا الشكل عبد الله، ما تكون فاطة. نعم. يعني مفككة. فهذا أساسي جدا. أنا طبعا رح أبدأ بإضافة الصلصة بهذا الشكل. جميل.
وبيكون طبقنا أصبح جاهز. طبقنا جميل شيف، ودائما عودتنا على الجميل. والمزيد من الصلصة ممكن تنضاف حسب صح حسب الرغبة. كل الشكر لك يا شيف على هذا الطبق الرائع والسلطة والعصير، يعني صراحة جمال على جمال. تسلم تسلم عبدالله. شكرا يا شيف، وشكرا على تواجدك معنا اليوم، نورتنا مرة ثانية. تسلم، أشكرك أشكرك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا اليوم. إذا فاتتكم هذه الحلقة أو حلقات أخرى لا تنسوا أن تتابعوها على تطبيق مرايا. تقبلوا التحيات مني ومن طاقم البرنامج، نراكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.